شرينا إذن متتبعي قناة شوف تيفي في كل مكان، السلام عليكم. في بث مباشر جديد من مدينة تمارا، وبالضبط من أمام مقر عمالة صخيرة تمارا، ساكنة دوار الغابة الخياري يحتجون أمام العمالة مطالبين بحقهم في الاستفادة من بقع أرضية إسوى بجيرانهم، مناصفة مع الجيران ديالهم وأصدقائهم اللي كانوا حداهم. اليوم مرت 6 شهور أو 7 شهور وهاد الناس مليوحين في الزنقة، اللي كانوا معاهم استافدوا ولكن هادو باقين. علاش وكيفاش؟ هذه أجوبة كاملة غنعرفوها من عند المعنيين بالأمر. لنشير فقط ونذكر، فهنا كاين دوار الغابة وليها كنشوفوا كاين دوار الفقراء، جوج ديال الدواوير هما الآن كيحتجوا، كل واحد مطالب بحقه، كل واحد عنده مشكل. يوم جمعة مبارك ولكن يوم جمعة الاحتجاج بمدينة تمارا. فكما كتشاهدوا معايا اللي كاين دوار وهنا كاين دوار. غنحاولوا اننا نكونوا متعرفين على الموضوع اكثر ونتفضلوا اجي وحدايا هنايا باش نكونوا مناصفين ما بين الدواوير بجوج. غنبدا تفضل اخويا، حيد منك الحشمه، حيد منك، سد لي الميكرو. انتوما دوار الغابه ياك؟ السيده من دوار الفقره. واخا بصوت مرتفع اخويا عافاك، تكلم لينا على الدوار ديالكم، المشكل ديالكم، وشنو السبب اللي خلاكم مقصرين من الاستفاده؟ الغابه حنا ساكنين فيه تما في فلسطين، وحنا ساكنين جات لجنة وحصاونا، حصينا وترقمنا وكل شيء. ولكن دابا ملي كنمشيو عند ملي كنمشيو مع جات داروا القرعه، عيطوا شي حد وشي حد ما عيطش. ملي مشينا قلت لهم انتم ما طلعتوش، علاش؟ ملي كنمشيو عند القايد كيقول لنا ودي انتم راكم ساكنين، انا رساني عليكم كاشي عليكم، كيقول لكم شنو خصاتكم؟ هذا القايد يتطرف فينا كيقول لك راه اللجنة خصاتكم. ولكن شكون هي اللجنة؟ الدائره كيقول لنا ولدي كلهم معار، حنا كلنا معار. هاد الناس اللي كانوا معنا واستافدوا شدوا القاعي كيرجعوا ورانا واستافدوا. علاش ما نستافدوش على الحق؟ نستافدوا حنا بوليداتنا، فلسطين وحنا ساكنين. طلعنا الشكايه للعماله ما ردوش علينا الجواب، طلعنا الشكايه للولايه ما ردوش علينا الجواب. دابا تا واحد حنا كارين كرسي والعواشي جايين لنا، حنا خدامين موال، ما بقاش عاد الزنقه، مول الكراج دار علينا ما بقاش عندنا شحال زكرا. حنا بيت عاد الزنقه، تما تعاد الزنقه. حش مكريا دابا تحل مكري. دابا ملي كنمشيو كاين شي واحد ما كيقول لنا عطينا شي حاجه، شي حد كيقول لنا عندكم تتسالوا حقكم ولا هذه ولا هذه، ما تقعدش تشدوا ولا تسناوا ولا شي حاجه، تيجاوبوناش كاع، تيقول لك المعار. هادشي كي قال لك راه من 2016 قطعت عندنا، امتى هادشي كي غنبقى 22 عام؟ ما يمكنش. انا وليدي كان شرقي في الوطن في الزنقه، حل يقولوا علينا، يقولوا معنا حل يقولوا معنا. فهمتي؟ الحدود الساعه انتوما شحال باش تريبشوا دابا؟ دابا شي 7 شهور. وقالوا انهم حصاوكم. حنا حصينا، جات اللجنه حصينا، مترقمنا وكل شيء، ما عندناش حتى شي مشكل. وعلاش ما استفدتوش؟ ما عرفتش. يوم اللي كندخلوا على القايد كيقول دابا القايد كيقول لنا ودي راكم حصيين، كيقول انا ثاني عليكم كل شيء. كيقول لي قال لكم شي واحد حييتكم جيبوه ليا، انا مضطرب لكم انتم ساكنين. ولكن علاش ما استفدناش؟ كيقول لك اللجنه اللي خصاتكم. وانا نعرفوا هذه اللجنه اللي خصاتنا، على شنو استفاد؟ علاش هاد الناس اللي ورانا استفدوا؟ حنا ما استفدناش، حنا كلنا معار. كاين المشكل، حنا ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا. ما عمرنا مستافدين، ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا. ما عندنا ساكنين حوالينا، ما والو ساكنين محلنا بوليداتنا كل شيء. خليك معنا هنايا، ندوزو عند السيده انتوما دوار الفقره. كنعيدو نذكر او تحاولوا نتكلموا بصوت مرتفع شويه. خلي الميكرو عندك، زيد الميكرو عندك. ازيد انتوما من 7 سنين. 7 سنين ياك؟ 2014 3 حنايا تم الهدم ديال البراري ديالنا،
واحد، ولكن الاحصاء كان بين 2006 و 2010 فشحنايا و 2014 شهر 3 تقريبا اخر دراسه من تب ماتت من السكينه ديال الثوار. وفي هذاك الوقت كانوا قالوا لينا باش نحولوا الملف باش نستافدوا الزيئه ديال الريئان. الزيئه ديال الريئان عمرات اي خليه ما خليه ما حنا ديجا عارفين داكشي. من الاول ديال اللي ار ومن الثاني ديال المسير ومن الثالث هو دابا حنايا نصطادو فيه هو ديال الاطلس. الزئه ديال الاطلس هي قريبه في العمر، يعني عاوتاني حنايا غادي نبقاو مازال غادي غادي غتخرج 7 سنين. حنا راه عندنا الناس اللي كاينين اللي ماتوا ساكنوا بقاو عيالاتهم دابا هما معانا كيجيو. كاينين الناس اللي عناو بالسكر بالحايص طلعوا هبوط راه عينا 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 بنادم كاري ما تسمع والو خلاو لنا عبراتنا. انا ما فهمتش علاش يردوا لينا براتنا حتى دابا يردوا لينا على البرارك ديالنا. على الاقل غتهربوا من الكرا ولا غتهربوا من الكرا حيت الكرا راه بزاف علينا. كاين اللي كاري كاين اللي مشي على الناس ما يحسن العوان فكرة هرنا هرنا ما يحسن العوان. يديروا معنا حل يديروا معنا شي حل يخرجوا عندنا. انتوما بعدا انتوما هنا اليوم الثالث على التوالي، يعني ثلاث ايام وانتوما خارجين واقفين هنا مؤخرا غير في هذه السيمانه. اليوم الثالث غير في هذه السيمانه ما حنا راه ديما هنايا ديما هنايا بالشتا راه 7 سنين بالشتا راه كيقولوا ما ضاع حق ولا طالب، ولكن راه حنا راه صافي راه عيينا عيينا. هذا لا كنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل راه قهرنا الكرة. واخا واخا ندوز عطيني نرجع لعند السيد. الحاجه اللي شي تفضل ليا، واش المصير ديالكم زيد؟ واش المصير ديالكم غيكون بحال الدوار الفقراء؟ فهمتش انا هادشي. حنا بحال شتي ديال الفقراء دابا ملي فتحنا دابا 7 شهور دابا حنا ملاحينا دابا ما لقيناش ما فرق بيناتكم والو غير نتوما 7 شهور وما 7 سنين. ما كاينش فرق بيناتنا دابا حنا ما كيقولوش لنا حتى شي حل. شي حل اللي كان انا كنطمئنوا بان غنشدوا ما كيقولوش لنا، كيقول لك بعتي الشكايه وتسنى. وحنا دابا ما لقيناش خاطر الكرا ما خدامين خدامين حتى حاجه، ما عندنا الكرا ما عندنا وليداتنا. عندنا وليدات تيقراو خرجوا من المدرسه ما بقاش مشكلنا فهمتي. مشكلنا دابا حتى حل ما قالوا لنا، على الاقل بعدين يقولوا لنا شي حل بوكا ودير راك غتستافدوا راك غتشدوا بعدا يفرحوك شويه. لان ما كاين حتى كيوب ما عندكش وتسنى كيقول لك الشكايه ترد عليك اللي كيستحق شي حاجه ماشي دابا. كيقول لك بالنا كنمشيو عند الدكتور عندهم تيقول لك ماشي دابا. كيقول لك الشكايه ديال 2004 2006 باقي عندنا ما بقاش دير لنا الاجعاج. فهمتي دابا هذا هو المشكل. يقولوا للنادم كيفاش دابا ما خلاش نخسروا الكري، يقولوا للنادم كيفاش ما يمشي يخدم يمشي يخدم على راسه. يقول لك بان النادم راه غتستافد من حقك غادي تشد شي حاجه يديروا معاك يعني يقطعوا عليكم يا اما تستافد يا اما ما غتستافدش. اي دابا ما تيقولوا لنا حتى حاجه. حنا ساكنين تما كاين 3 سنين وحنا ساكنين بوليداتنا، ماشي ان مع والدينا غنفتحوا بيبان ولا شي حاجه. حنا البيبان ديالنا تما كاين قدام ومرقمين، البيبان ديالنا قدام وبولادنا زعما تما كاين ما عندناش حتى مشكل. ولكن دابا ما عرفناش هذا المشكل اللي معانا كيجي جا ورانا الثالث. حنا بغينا نعرفوا هذا المشكل شنو هو. كيقول لك المعار، حنا كنا معار. شي مشكل اللي عندي زعما عندي فلوس عندي شي حاجه يقولوا لي شنو عندي؟ ما عندي حتى حاجه، عندي الله سبحانه وتعالى. شكرا الله يرحم الوالدين. اختي رجع عندك عاوتاني لحدود الساعه فما كاينش حوار ما كاينش نقاش، نفس المشكل اللي عند هادو عندكم انتوما. فاني نذكر فهم واقفين على اليمين وهادو واقفين على اليسار، عندهم نفس المشكل، الدواوير مختلفة ولكن الحق في الاستفادة هو مطلب ديالكم. رسالة أخيرة أختي للناس المعنيين بالأمر. كنطلب من الناس المعنيين بالأمر، كنطلب من المسؤولين اللي يواجهونا يعطيونا حل. إلا كنا كنستحقوا يقولوا لنا راه كنبقى تستحقوا، ولا كنا ما كنستحقوش يعطيونا ورقة يقولوا لنا راه كنستحقوش، ولكن حنايا عارفين مزيان أننا كنستحقوا. حنايا راه السكان ديال دواء الفقرا قدام ماشي جداد هنا. يواجهونا يعطيونا حل. الله يجازيكم بالخير وشكرا لكم بزاف. مرحبا شكرا. اذا تكلمي اختي اجي لنا شويه باش نبقاو هنا. السلام عليكم. انا من دوار الغابه دوار الخياري. من بحنا جاو عندنا صاونا قالوا لنا قريبوا
وسيروا لقاعيكم كيتسناكم بعين عوده. كنتفاجئوا النهار اللي كيعيطوا النص كيعطوه بقاعي والنص كيعطوه الشرفه، وكل حنايا الاخيرين ما عطاونا حتى حاجه وما قالوا لنا حتى حاجه، ما عرفناش اشنو المشكل، علاش حنا اللي ما عطاوناش وعطاو النص وقالوا النص، حنا بحالنا بحالهم كنا ساكنين جامعه، حنا دورنا فيه 91 واحد 91 واحد اللي كانت كتسكن، حنا مجموعين الدوار ديالنا فيه 91 كيعطيو كيتفاجئوا، حنا ما كيعيطوش لينا ما كيقولوا لنا حتى حاجه. ملي كنمشيو عند سعاده الرئيس كيقول لنا شوفوا انا الشكايات ديالكم راه فيكم ورانا حاطينكم وراكم طالعين في الاحتفال، كيقولوا لنا سعاده الرئيس كيجي كيقولها لينا. ملي كنمشيو عند الرئيس كيقول لنا حنا الشكايات، حنا راه عينا تسناو، حنا راه من شهر 10 دابا راه شهر 4 يعني راه بدينا في 7 شهور ما قالوا لنا حتى حاجه. شي حاجه اللي غنسمعوها وغادي تريحنا ما سمعناهاش، ما عرفناش اشنو المشكل، خرجوا عندنا يواجهونا وقولوا لنا اشنو المشكل اللي كاين باش حنا نرتاحوا نعرفوا راسنا اشنو كاين. حنا هنا مليوحين مره في الخلا مره هكا مره هكا، اللي ما عندوش باش يكري اللي مريض اللي تيعاني من شي مرض، انا عندي مرض موزني كاين المره اللي كنطيح من فوق ونوقف معاهم في الحجيج حتى تنطيح، وهادشي اللي كاين وكنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا اللازم وخرجوا معنا يواجهونا ويقولوا لنا ها اللي كاين ها اللي كاين باش نفهموا حتى حنا ما نبقاوش حنايا هكا، حتى حنا بحالنا بحال هذوك الناس اللي يشدوهم، علاش حنا يقول لنا شنو المشكل اللي عندنا حنا ما نشدوش، يقولوا لينا في وجهنا ونعرفوه حتى حنايا، نعرفوا راسنا شنو هذا النقص اللي فينا، ماشي بحالنا بحال الناس، شنو المشكل اللي عندنا حنايا، شنو هذا النقص اللي عندنا حنا، حنا كنا بحال دورنا فيه 91 واحد ماشي شي بنادم كثير. شحال عندكم في دوار اخرى؟ شي غير واحد فين؟ 91 واحد المجموعة كاملين 91 91 مجموعة كاملة شدوا فيها شطت منها، دابا عندنا 20 واحد تقريبا اللي شايطة ما شاداش هادي كاع نهائيا، هو 91 حيد من هذاك الشيء الاخر شحال اللي شد تقريبا شدت 40 اللي شدت و20 ما شدتش، وهذا الشيء كنشكروهم ونطلبوا منهم المواجهة من صاحب الجلالة يشوف من الحالة ديالنا ويساعدنا. السلام عليكم. أنت يردي الدراري الصغار؟ الدراري الصغار أنت يردي. إذن كما تشاهدون معنا مش في قناة سوت تي في كل مكان، فهاد الناس ها هما كيحسجوا وكي يحاولوا أنهم يوصلوا رسالة، ونحن كذلك سنتطرق لهذا الموضوع باش أننا نحط النقاط على الحروف ونعرفوا شكون اللي ظلم وشكون اللي مظلوم. على امل اللقاء بكم في قادم حدث، نستودعكم الله الذي لا شطع ودائعه، وجمعه طيبه ومباركه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.